بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة علي عند رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعف. فقلت له: أرضيك من الله يا عبده من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني ورتيني به. وأتيته بالكساء اليماني ورتيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أمر وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وكما تفعل. فقال: يا أمه، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نعم الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي، قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأذن الحسين نهض الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من أخار الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. وقال: يا فاطمة، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. أشم راحية طيبة كأنها راحية رقية ابن عمي رسول الله. وقلت: نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل لي نهض الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي يا خليفتي يا صاحب لواء، قد أذنت لك ودخل خليل تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيتنا الكساء وقلت: السلام عليك يا بطاه يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدتي، قد أنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كملنا جميعا تحت الكساء على رسول الله بترفع الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لعنهم لعني ودمهم دمي، يولدني ما يولدهم ويهدوني ما يهدونهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فأجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك والجامع.
إني ما فلت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا حمل مريد ولا شرد مبنية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال منه جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون منهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أعدن لي أن أدخل معكم فهل تعدن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أين تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي بن عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.